مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من المزح نص جد من تلفزيون الان واللي ما لحق يحضر الحلقه على التلفزيون بده يفوت على تشانل يوتيوب قناه الان يعمل لايك اند سبسكرايب يرجع يحضر الحلقه اول من اول وجديد ويشوف الحلقه مليئه بالسكوبات ومليئه بالاسئله والاجابات والتحديات اللي كلها مزح نصه جد وكلها جد نص مزح وبتطلع باجابات سقفة عالي وبتنتشر مقاطع على السوشيال ميديا وبيصبح ضيفنا هو حديث مواقع التواصل الاجتماع ضيفنا بحلقه الليله ضيفنا بحلقه الليله عزيز على قلبي كثير مقدم برامج لبناني شكل حاله خاصه بالوسط الاعلامي ترك بصمه متميزه بعالم تقديم البرامج مين منا ما بتذكر ميشو شو وتقديمه العديد ايضا من البرامج الترفيهيه الاخرى لقيت شعبيه كثير كبيره لدرجه انه بوقت من الاوقات ميشو شو كان يعبي استاديومات يعني ملاعب كره قدم كبيره من سبعين الف ل 80 الف متفرج كلهم جايين يقولوا لك او وينك كان ايضا اول مذيع يمكن بيلبس الجينز وبياكل على الهواء إضافة للرقص مع الضيف هو مثل طبيعته وهو اللي درج أنك تكون مثل طبيعتك مع ضيفك وعلى الهواء مباشرة زقفة كتير كبيرة للصديق المقدم النجم مش هلأزي روح شرفت ميشيل ميشيل ميشو شو بدك؟ لك هلا عن جد اه تفضل تفضل ثانك يو بيقولوا بس تقول له بدي استضيف ميشيل ازي بيقولوا اه ميشو شو اه ميشو شو مع العيلة <applause> هيك قد ايه اليوم 2024 2024 قد ايه صار له ميشو شو؟ قد صار الو هلا بلشت فيه انا لميشو شو كان في كوكتيل مع ميشيل مزبوط آه ميشو شو كان استمراريه لكوكتيل مع ميشيل بلشت بس في سنة 1900 ميشو شو 1998 يعني عم تحكي 26 سنه صحيح بعده بذاكره الناس بعده بجيل يعني في جيل سوري في جيل صار ختيار لا لا لحظه لحظه اذا واحد اذا لا لا واحد شغل. كان عم يحضرك عمره 35 اليوم عمره 60 61 اذا وستين. بلش ايه اذا بلش عم كان تفهم شو المنطق 61 61 منه ختيار لا انه عم تفهم أز... اذا قولي كان عمره 40 إيه؟ صار عمره هلا مثلا يعني 76 يعني في حدا بلش معك شب وصار هلا اليوم انا اللي... احلى شيء عندي وقت اللي بيجي حدا من جيل الشباب عمره 30 سنه او صبيه او شاب أيه. بيجوا بيقولوا لي ميشو انت كنت بحياتنا بالعيلة أيه. وق... يعني بي وامي و... ممنوع الاكل ممنوع وقفوا الدرس وقفوا الاكل عدوا بدنا نحضر ميشو شو أيه. فهيدي كثير يعني هيك عزيزه طيب على شو سر هذا الاسم او شو سر هذا البرنامج اللي بقول يعني اليوم هلا القيمه اليوم صراحه هلا يعني خلينا نحكي انا عملت برامج وقعد يعني لهون وبس قعد عليك بدي اقول لك على الخشب هلا 15 كمان قعد بذكرت الناس ولول لي تبع بيقولوا لي تبع بس مش انت تبع <applause> ايه بس من وقتها لهلا باخر اخر 10 سنين شو بدي اخر 10 سنين ما في كثير برامج عم تقعد بذاكره الناس يعني صحيح يعني بيعمل, بيعمل منها موسم موسمين ثلاثه انشقت حالة وبعدين بيروح عم تك عن 26 سنه هلا ميشو شو هي قصة قصه حتى الاسم يعني انا وقت اللي عملت ميشو شو كان هو استمراريه لكوكتيل أوكي. بوقتها كنت انا بدبي وكنت عم بعمل كوكتيل بشهر التسوق وطلعت معي فكره ميشو شو وانا كنت ميشو شو يعني ناوي اسمي اول شيء اسم موسيقي اسم موسيقى. حلو بيحمل اسمي في نغمه ممكن اعمل له غنيه مزبوط. وبوقتها انه اقترحت على الاداره انه نعمل بدل كوكتيل مع ميشيل خليني كمله بشيء جديد اسمه ميشو, ميشو شو بتكون هي مثل براند لالي والحمد لله يعني وهيك صارت, هلا صاروا اولاد الصغار يلي صاروا اليوم عمرهم 30 سنه بوقتها كانوا يفكروا عائلتي شو <تصفيق> 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 مثل مثل الياس الياس بس <applause> كان صغير فكان يفكر انه عائلتي شو ميشو شو تقرا برنارد لا لا تقرا برنارد شو وبيني هيل هلا اللي صار انه صرت اعمل برامج من بعدها مثلا اسمه بيني وبينك فصاروا مثلا الاولاد بس اللي عمره و14 وكذا يقولوا لي مثلا يه هيدا ميشو شو اللي بيقدم بيني وبينك ايه انه صار صار اسمك <applause> صحيح مش اه اه ميشيل انت انت يعني هشام ثانك يو على الافتتاحيه الحلوه ولا شو لا اكيد انه عادي هيدي هيدي حقيقه مش اوكي ما بس بس بيقولوا ما سلفتك شيء اس... حق... بالعكس انا بتعرف بالعكس يعني هيدا بالعكس انا بحس انه اللي ما بيعمل المقدمة المضبوطه بكون عم ينتقص من حقوقه. يعني, يعني المفروض الواحد ياخذ حقه صح اكيد انجزت كل شيء مشان واحد يجي ينتقص مش ماله انا ما بقبل حدا ينتقص من حقي كمان اكيد انا ما بقبل حدا يقول مثلا ما عامل اذا بده يقول عني مقدم بده يقول اجى عامل اشياء ما كانت مسبوقه قبل وقت عامل برنامج دول ما كان في قبل النقاط صح عارف ما كان في نكات و... 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 والدليل وقت اللي شيء بيندبغ بذاكره المشاهدين وقت اللي بيكون شيء جديد على يعني كيف لول لول كان جديد شيء جديد انا بحب ميشو شو وقت اللي عملت ميشو شو او كوكتيل مع ميشيل أنا كان اول مره واحد بيطلع بالجين انا برايي مش البرنامج كان كنت انت كشخص كمان كان حركات شخصيه ما بيعملوا يعني. مقدمي البرامج 100% يعني, بت... يعني انت يعني انت اكثر يعني حتى رياض شراره مثلا كان لذيذ على بس كان لبس بدله مزبوط انت ما كان جيت انا بالجينز وبالكذا وعم بتحرك أجيب حنكش و... وشباب الفرقه الموسيقيه معي وعم أيه. بمشي على الايقاع وكذا فا ايه وعصام يعني كمان كان... لا والله كان حلوف والله <applause> عصام كان بميشو شو؟ <applause> عصام ما كان من السبتين بميشو شو كان مرات يعني وقت بيكون في حدا هذه ما بحياتي عرفتها ولا طبعا الشباب اصحابه كلهم يلي كانوا يطلعوا ايه صح, صح؟ ميشال انت بالاساس اصلا حتى سوري يا عم قطشك هلا مثل الشباب هلا هل نجوم اليوم بس يمشوا على الطريق كلهم بيقولوا لهم انتم تبع هشام لكن هو كان تبع ميشيل <applause> فلا كمان كانوا الشباب بوقتها يعني <applause> نقل على, <المخبين> علي, <applause> على علي علي وإلي ووليد وكذا فصاروا ستارز عرفت سافروا مثلا مع فنانين هلا انا بلشت بخلينا بالجاد بس خلينا نعمل الجنريك خلينا بالجاد ابو الناج لا عملنا الحلقة يعني فتنا فتنا بالفقرة, <تصفيق> <تصفيق> فتنا, بالفقرة <تصفيق> <تصفيق> فتنا بالفقرة ونسيت اعمل البامبر بس مش مشكل اكتر حادثة مؤثرة بحياتك وفاة والدك معلش انا عادة انا وياك ما بنحكي ايموشن هلا حكي. <applause> توفى والدك اديك كان عمرك؟ كان عمري 24 سنه 23 سنه 24 سنه بعد صح حاجة إلو. صح وكنا بعدنا داخلين اكيد طبعا وانا انا صغير العيله اذا بدك ما شايف اخواتي مشهور. كنا بعدنا مبلشين بتلفزيون مستقبل بوقتها آه. يعني عم ببلش اطلع بوقتها توفى والدي بين العيدين بين عيد الميلاد وراس السنه أوه. وكنا نحن ب 22 الشهر مصورين حلقه راس السنه تصوير وبوقتها التصوير كنا بعدنا صغار وعرفت محمسين وبدنا ننشهر وبدنا آه كذا وجايبين فنانين على بتعرف صهره راس السنه اكيد بتبقى سبع ساعات لايف مسجله كنا نحن بوقتها فسجلناها ب 22 الشهر وتوفى والدي ب 28 الشهر طلعت الحلقه طلعت الحلقه كان بيي متوفي آه و... وهيك كانت شوي عرفت انه انا طالع عم بمزح و... ومبسوط كانت سئيلة إله كانت وطبعا يعني الوالد كنت كثير قريب منه وكنت كثير مأثر فيه نحن خمسه شباب ثلاث آه، شباب وبنتين اه عندك آه، انا الصغير آه. يعني اوف بس خمس شباب قد كانوا قد كانوا يعني آه، كانوا اكبر كي... بسنتين بسنه بس كيف سنين كيف توفى بياك سكته قلبيه آه، عمل ايه قريه كاردياك يعني سكته قلبيه كانت سريعه كانت صدمه اذا بدك بس نرجع بنقول الحمد لله انه ما تعذب بس كانت صدمه يعني وفي كان عمره إيه كان عمره 67 يا لطيف إيه كان انه بهذا العمر بكل بيعمل سكته قلبيه وكان رياضي وجيد وبس صار معه الريكاردياك كاردياك وكانت هيك انه مفاجاه وانصدمنا يعني مشان هيك كان الزعل او مش انه تحضرنا عرفت أو مثلا بيقولوا يوجولي لي عاده وفاه الوالد هو انت وصغير بحمسك تكون بي كل اللي بيكونوا <applause> بالعكس بيعمل حماس وعند واحد انه يكون بي انت ما عندك اياه ولا صار عندك؟ لا اولاد؟ لا ولا صار عندك حماس؟ <ination> <applause> لا ولا صار عندي شو؟ عندك اولاد ما بنعرف فيهم؟ لا ما حدا بيعرف شو؟ بابا بابا شو؟ شو شو مخبص وينك؟ كذا محل؟ هشام تركها سيربريز بس حبيبي الله يخليك بس يصير عمره 20 سنه بعلنوا بدك تفرجيهم؟ من الشبه رح نعرف اصلا بدون ما تعلنهم ما ما اعطيك هذا الشيء حافز <disconnect> <applause> لا تتجاوز. اكيد اعطاني حافز بس انا يعني اذا بدك بحياتي بحب الحريه اوكي بحب الجمال آه وعشت بمرحله من المراحل اذا بدك فتره آه فتره اللي بيتجوز فيها الشاب يعني عم نحكي بين ال25 سنه وال35 سنه الشهرة هاي المرحله كنت انا طاير اذا بدك مم كنت بمرحله الشهره والشغل الكتير والسفر ما بتقول الشغل الكتير قول النساء انه كل شيء والعلاقات المتعدده يعني يعني صراحه طبيعي أه طبيعي فكانت هاي الفتره اذا بدك طاير وما كنت عم فكر بالموضوع بحب الحريه ومبسوط ووقت الشاب هيك بيكون عرفت بسر له بالميزان بس بالميزان الحريه بتحب الحريه والعزوبيه اكيد بتحبها كثير كثير بالميزان كتير مع العائله يعني والابوه اكثر شيء عندي الحريه بس بال... اه يعني بالميزان مع العائله والابوه الحريه دائما اكيد هلا اكيد انا بحترم العائله بحترم كثير مثلا اولاد اخواتي كثير قراب مني يعني خالو ميشو وعمو ميشو 10 اولاد و... وهي 12 حفيد اذا بدك يعني بالعائله انت خال وعم ل12 خال وعم ل12 صح ل12 ل12 صح, صح يعني زائدوا من وقت الاعداد لهلا لانه <تصفيق> 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 لانه بالاعداد لحظه لحظه بالاعداد لحظه شو 13 <applause> مبروك هلا في دقتك بارك ما يكون منيحه فكنا ايه 12 يعني عندنا 12 كبروا خل... هلا كبروا طبعا عندكم هلا فوق... بظهر معهم مرات صارو. كلهم فوق العشره ايه ايه الكل صاروا فوق العشرة فوق العشرة <applause> هلا صاروا كمان المرحلة الثانية يعني بدهم يتجوزوا؟ في يتجوزوا وصار عندهم اولاد بس ما تسمي <applause> شو يعني سوري الوالدة بعدها الله يخلي الله يخليها الله يطولها عمره الله يطولها بعمرها يعني يعني الست الست الاولاد بعد عايشة؟ <applause> الست <applause> 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 <تصفي الولاد يعني ست الاهل ست الاهل اي 100% إيه صار الله... عندنا هلا المرحله الجديده يعني هلا هن بس يخلقوا بده يشوفوا التيتا تبع الماما صح يا حلو بيشوفوا الماما تبع التيتا لا التيتا تبع الماما. الماما او الماما تبع التيتا او الماما تبع التيتا <applause> هي تيتا ايه برافو عليك ايه برافو عليك بس طب ازت تو ليت؟ ازت تو ليت على الزواج؟ مش قصه تو ليت قصه الواحد بده يكون مقتنع بالفكره يعني انا بلاقي الزواج منه سهل وحسيت انت ليت فورتيز ليت فورتيز ليت فورتيز اوكي اذا بدك اوكي ليت فورتيز اوكي مش مشكلة. مع كم شهر <تصفيق> ايه ايه ف مش مهم ممكن يكونوا 20 شهر ايه. ممكن يكونوا 50 شهر <applause> ممكن يكون... ايه بس انه اذا بدك ليت 30 ليقول... خليني اقول خليني احكي عن البرسبشن بالبرسبشن انت ما مبين اكثر من ليت 40 ليش لنتك... ليش الواحد يقول عن حاله اذا انا انا اليوم عمري 46 سنه مبين okay. 46 46 ما مبين اكثر انا اكبر, من أكبر منك بكم شهر اوكي مش مشكله مش مشكله بس از ات تو ليت؟ بحس انه ايه إن... لا اولو هلا مش توليت انه توليت للاولاد يعني اليوم انت بده يكون عمرك مثلا 55 سنه او 60 سنه وابنك عمره 4 5 سنين انه ايه انه هلا يمكن حلوه تكون شوف بعدك شو ما بس انت سبورتيف أكيد. ورياضي باي ذا واي باي ذا واي بعصرنا اليوم 40 از ذا نيو 30 وال 30 اليوم بتلاحظ عندنا بالمجتمع عندنا اليوم يعني عم يتجوزوا صاروا عمره 37 40 42 عم يتجوزوا يعني والصبايا عم يوصلوا للثلاثينات 50 بقى 20 ما, 20. ما بقى كثير يعني انت بتجوز 50 مره عمرها 35 عادي انا مش عم اقول كثير اكيد اذا واحد عمره 50 سنه في يتجوز مش عم نقول لا بس انا بالنسبه لي يعني بعدني اذا بدك بحس حالي بعدني بحب الحريه بعدني بحب يعني بعد ما شبعت منا لليوم لليوم فجعان فاذا انت <applause> صح فاذا هي مش قصه شبعان <applause> هي بس فجعان هاي قصه فجع <applause> مش احسن ما الواحد يتجوز ويكون فجعان بركي يتجوز يجيب اولاد وبعدين يمكن يرجع ما يمشي الحال بس ما نعم انا انا بحس اذا بدي اعملها <applause> انا بالنسبه لي بدي اعملها بدي اكمل حياتي مع الزوجة اللي اخترتها وبدي احترم زواجي وبدي احترم عائلتي وولادي يعني بدها تكون هي ام ولادي يعني طب ليك عملت مساكنة؟ حبيبتي عملت مساكنة؟ مساكنة إذا بدك عملنا تستات مساكنة خي بالربت <applause> ايه فكمان تس... ما عملنا تستات لنشوف إذا تستات فحس ايه <applause> شو أثبت الدراسات؟ والله طلعت النتيجة إنه ملف صعب بده دراسة قوية و... والدراسات اللي بتقول إنه مش و... أنا لازم ممكن يعيش كيف واحد بيسقط بالصف يرجع بعيد صرت انا اعيد تستات قمت <applause> انا حبيت التست انه يعني لقيت التست حلو صرت اعمل تست <applause> <applause> لقيت التست احلى من التجربه الحقيقيه 100% فقضيت كم التست كم تست عملت بحياتك؟ هو الحلو الحلو بالتست او الحلو بالزواج اذا بدك اول سنه سنتين <تصفيق> <تصفيق> يعني <تصفيق> انت تعمل اول سنه سنتين بس <applause> <applause> يعني الحلو بالزواج اول سنه سنتين هو يعمل اول سنه سنتين هشام <applause> الكرام بالزواج ايه؟ الكرام اكيد هلا في كابلز كريماتهم طولوا ايه طولوا بس اجمالا الكرام بالزواج اول سنه سنتين ثلاثه اربعه ايه؟ اوكي فالتست هو عباره عن شهرين ثلاثه اربعه يلي يعني هو الكرام دولا لا كرام اه يعني انت بس تعمل كرام دولا كرام وقف <applause> وبعدين شو بتقول خلصنا الكرام <applause> لا ما الا بالنهايه يكون اتفاق يعني عرفت انه مش اكيد <applause> كم مره يعني تقريبا أربعة لا اثنين لا عم لا كتست رسمي إيه؟ يعني لا طب حبيت؟ مش كدا. اكيد حبيت حبيت كثير <applause> لا لا حبي اكيد حبيت انا انا ضد فكره انه الواحد ما بيحب مرة, مره واحده او مرتين او ثلاثه انا بالنسبه لإلي الواحد ممكن يحب 100 مره ولكن وكل حب بيكون مختلف عن الثاني بس اكيد حسب الظروف وحسب الشخص يلي بتلتقى فيها وحسب كيف يعني هي كاركتر لا وردة تحب وردة؟ ايه طبعا تحب اكثر من مره اكيد بتحب اكثر من مره طب ليش ولا حب اكيد بتحب اكثر من خمس مرات بس ما انت بس, بس وقت في اللي وحده اللي غرمت فيها وقت اللي بتتجوز في وحده فيها بلا غرمت بس انه طب ليه ما تجوز اللي, اللي هلا مثلا عم بتقلي مع مين بندم اكثر ايه بقول لك في اثنين ثلاثه بقول لو بدي اتجوز وحدة كان لازم وحده من, وحدة من ان غرمت كثير 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 طولت مع وحده كثير كثير طولت يعني عم نحكي علاقه سنه ونص سنتين سنة آه. بس و... إجمالك إيه يعني سنة عم نحكي العذر. إيه فإذاً أنت عندك خوف منهم؟ وعندهم هلأ كنا عم نقول على الخمسين وهني جوازوا؟ عندهم بلشنا بالعشرين وهني جوازوا؟ في منهم جوازوا وفي منهم بعدهم أصدقائي يعني بعد ما جوازوا؟ ايه ضلينا اصدقاء يعني مم. حكينا انه كانت أسوأ مش من اسوء اللحظات بحياتك او من اصعبهم وفاه والدك ايضا من اصعب اللحظات استشهاد الرئيس رفيق الحريري طبعا طبعا آه ميشيل انت كنت من اول الناس اللي طلعوا على الهواء بعد استشهاد آه رئيس الرئيس الحريري كنت بالموقع يعني كنت قريب كنا بتلفزيون مستقبل وقتها يوم 14 شباط 2005 بتذكر انا كنت انا شغلي بتعرف بشتغل بالتلفزيون وشغله بالليل مزبوط. خاصه بيطلع على الشاشه مزبوط. بس بيوم انا كان عندي اجتماع كان عندي ميتنج على الظهر الساعه 12 ورحت على الاجتماع وكنت موجود وكذا بالتلفزيون اللي هو بيبعد تقريباً 500 متر أو خلينا نقول كيلومتر عن موقع الانفجار يعني كنا بسبيرز نحن والانفجار كان حد سان جورج فبوقتنا نحن خلصنا الاجتماع وقاعدين عم نمزعنا وطلع الانفجار وتكسر الأزاز عنا أنه شو صار ما صار قمنا توجهنا أنا والزميل جوزاف الحويق على موقع الانفجار عرفتوا بس وصلتوا؟ وصلنا لهونيك وكانوا بلشوا التلفزيونات عم يوصلوا ليصوروا آه المشهد يعني وانت عارف حسيت موكب الرئيس حديدي ايه صاروا ينحكى انه موكب الرئيس الحريري بالموقع ايه بالموقع حتى نحن ونزلين بلش يعني يتنامى قلنا انه هيدا مو... موكب الرئيس الحريري اوف ووصلنا لهونيكي واكتشفنا انه هيدي هي وكانت وقتها ال بي سي عم بتصور وحكيوا معي انه على الوهله يعني اللي حكيناها وفي كثير بعدهم هيك اذا بدك بيتذكروا بيقولوا لي لليوم انه بتذكر انه كل العالم دور التلفزيونات وقتها ليشوفوا شو عم بصير وكانوا عم ينقلوا لايف بدي بدي بطرق. بدي فوت بدي احكي معك بصراحه هالمره وبدي احكي معك بدي اقلبها شوي لا لا على <applause> الشغل على <عشغل تصفيق> احنا بعدنا مرحله الجد قصدي ايه اكيد على هلا انت ما في معك الجد هيدا هو الماكسيموم بدي احكي معك على يعني تجاريا او خلينا نحكي مهنيا استشهد المستقبل تلفزيون المستقبل استشهد مع الرئيس الحريري يعني خليني اقول لك شغله خليني اقول لك خاصة انه انت بتحس انه ما بقى يحمل فرح تلفزيون مستقبل وبالتالي انت من برامج برامجك صارت من البرامج كانه اللي استشهدت مع الرئيس الحريري صح كمان خلي فتره طبعا اللي صار انا برايي حطوا حطو الرئيس الحريري اه كانت مرحله عم يغتالوا لبنان عم يغتالوا الحلم اللبناني وعم يغتالوا الحلم يلي كنا نطمح فيه انه نشوف لبنان الحضاره ولبنان الثقافه ولبنان الاعمار ولبنان السياحه شئنا عم بينا مزبوط. كنا مع شو نحكي يعني وين هيديك الايام وين, وين وصلنا لليوم بالتأكيد. فبالنسبه شو ما حكيوا اخر شيء بالوقت البلد سياحه اعمارا كانوا, كانوا ينقوا كان في اشخاص إنه اداء مثلا شوفريه التاكسي او دي كأي نقوا اداء انه يعني عم يتعبوا، اخي طب بالعكس نبص الاوتيلات كانت مفوله، <applause> كان عندنا سياحه، اني anyway, يعني مش رح <applause> نعم. نعم بالتفاصيل كثير، الفكره انه اغتيال الرئيس الحريري طبعا اثر على تلفزيون المستقبل وبوقتها حدينا تقريبا سنه، بهالحداد طبعا غبنا عن الشاشه ما عملنا شيء، بال 2006 رجعنا، رجعنا بانه حرب, حرب تموز. وو. ورجع صار حرب تموز ورجع صار حرب بارد 100% رجعنا اذا بدك عملنا بومينج كفيوتشر 2008 وطلوع بس كمان كان يضل اتوست في توصلوا انت لا لا اتوزت انت لا لا يعني انت كميشيل غزه يعني انت كميشيل غزه اكلت كف بهالفتره؟ الكل الكل اكل انا برايي لبنان اكل كف التلفزيونات الباقيه استفادوا شوي تلفزيونات الباقيه ايه ايه بس بشكل عام من نزول من حداد المستقبل صح تلفزيونات اكيد استفاد. لانه تلفزيون مستقبل وخاصه على الفضائيه كنا يعني نحتل المراكز الاولى أكيد. تلفزيون اكيد تلفزيون ان جنرال وفي كان مع ميشيل غزه او الوسط كان وفي معك؟ خليني اقول شيء، أنا... في اقول شيء، يعني انا شو هو؟ في احكي تفاصيل إيه؟ اكتر إيه إيه لي انت بدك إيه؟ ببرنامجك ببرنامجك ضيوفك دادي نسيب النجام هيفا وهب. هول صح, هول هول صح, صح. هيفا واليسا اول مين طلع على الشاشة إيه. مع مين طلعوا طلعوا معي إيه. هيفا واليسا يعني كانت اول مره بتطلع أنت كانوا مع... الولا... يعني آه... اليوم اذا كنت بترجع تعمل برنامج بيرجع بتحس بيرجع بيطلع معك ولا بتقول لا ما بيطلع معك بلا بيرجعوا بيطلعوا اذا رجعنا عملنا برنامج حلو وجد لا لا بيطلعوا آه اكيد بيطلعوا آه مش انه في مثلا آه حتى بشهر رمضان المبارك ب 2018 اللي عم عن... بيتذكروا عم. عن... بيتز... يعني... يعني انت بوقتها, بوقتها هلا بالنهايه بترجع لهم بوقتها كانت نجوميتك هي اللي عم ترفعه صح صريح 100% لانه وين كانت نجوميتك قدام نجوم حيال اذا أزي... قدام نجوميت حيال حدا بيطلع معك بس بس تنكون صريحين صح كنت انت انت حتى ما كان في بريزنتر بيقدر يقرب لك بوقتها يعني كنت كنت بالنسبة لي أنا إنه وفترة إذا بدك أنا بالنسبة لي إنه بنطنط على الشاشة أنا إذا بنطنط وطلعت أنا بنطنط طلعت يعني. عم يعني <applause> لا فهمت قصدي؟ لا أنا كنت لك إنه مين أكثر واحد إنه في, في في ناس بتشبه فيك أكيد في ناس بتشبه أنا طبيعي خلينا نقول لك شغلة هشام أنا أنا أخذت المدرسة يعني هي. وجربت احط فيها من الحلو إنه عملت مشال انا انت اللي بتعمله انا ما بعمله ايه بس في أشياء يمكن نعمله مشتركه ايه بس الاشياء اللي بتعملها ايه 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 مية مية غير ايه ايه انا صح حداف ولا 100% صح انا كنت اعملهم كنت اول واحد بعملهم ايه ايه يعني اليوم صار في انه هيدي مره بالزمانات كنت انزعج انه في ناس عم بتقلدني على الشاشه كنت انزعج حتى اه بتلفزيون مستقبل في ناس عم بتقلدني فهمت انا جيت حكيت مع الاداره قلت لهم انه بغير تلفزيونات عم بقلدوني على راسي وعيني بس انه هون كمان بقلب التلفزيون انه بس قولوا له انه عم يعملوا ذات الشيء هلا بيجي الزميل زافان بوقتها آه وصديق بيجي بيقول لي ميشيل آه اوكي بعرف انك بدك تزعل من الموضوع بس انا رح اقول لك شغله انت عملت خط بالتلفزيون عملت خط جديد بالتلفزيون في الناس بدها يعني بدها تتاثر فيه اليوم انا اذا بحضرك كل حلقه هشام كل حلقه كل حلقه وبيجي بطلع بعمل برنامج شبيه لإلك بتلاقي كم شغله ناجحه عندي بتقول طيب جرب تجربة مت... اه بده ياخذ حتى بياخذ تلقائيا الواحد بياخذ يعني بدون ما يكون قاصد ياخذ طيب قد صار لك ما عندك برنامج خاص فيك برنامج خاص فيي اخر شيء عملت السنه الماضيه مش برنامج اذا بدك نهار الطويل على الام تي في من عقر العشيه هيدا هو هيدا اخر شيء. يعني عم عامل... ايه وكان في حديث البلد المشاركه بس مش انه برنامج لالي ايه من اخر حلقه يعني اه كان في عندي اذا بدك لا مش من زمان على الاس بي اي اوكي يلي هو برنامج كان لالي بس على الاونلاين يعني يلي هي اوكي بس صار لك تقريبا سبعة اشهر ما عم تطلع سبعة اشهر تقريبا مش عم بعمل شيء صح هلا بتبرق هيدي وب... فتره طويله عم <applause> ليك انا اذا بدك ميري بهالمراحل يعني بيمرق علي مراحل انه بتغيب عن الشاشة ما عندك مراحل. هوس الكاميرا مش بتموت لا اليأس. لا 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 ما عندي بموت بال من الياس لا لا الحمد لله شنو هلا في منو بيقولوا لي انه اللي وصل له اللي وصلت له بحياتك التلفزيونيه وبتغيب عن الشاشه سنه كآبة بدك تعمل كآبة لا انا عندي إشي اذا بدك لهيتني بحياتي كنت مرتاح وسعيد ووصلت لمرحله هشام كمان بأنه عم نحكي هلا عم نفتح قلبنا وصلت لمرحله انه انا خيي مكتفي ذاتيا مرتاح ماديا وضعي جيد وماني يعني مستقتل ده والشهره بحبها اكيد ما في حدا بطلع بس, بيطلع ما عمل بس, عمل بس عمل مش عمل. انه بدي اعمل شهره وعرفت انه خلص الشهره لمستها وبحس مرات بحب البرايفسي مرات يعني بحب تغيب آه. إيه, يعني ايه يعني وبحب انه مرات تكون انه يا خيي انت بمحل يمكن مش معروف بدك تعيش على راحتك مثلا م -م. فانا يعني اذا بدك عندي اياها انه بغيب عن الشاشه ما عندي مشكله بس قلت مرتاح مثل هلا هلا هي الغيبه شوي عم حسها بلش تصير ثقيله يعني عبالي بالي اعمل شيء ارجع اعمل برنامج وبعد الحماس موجود والخبره موجوده والشعبيه موجوده والعالم بتضلها تسالني يلا اعمل شيء جديد بدنا نشوفك على الشاشه لوحدك بدنا نشوفك كذا ان شاء الله طيب. يعني الظروف فرض بتعكس مرتاح ماديا انت ما طار لك مصاري بالبنك ايه ما لا هذا هو هذا اللي كنت عم لك اياه ما كملت الجمله طار مصاري طاروا المصريات كلهم ما اللي عم اقوله انا انه وصلت لمرحله انه كنت مكتفي ذاتيا مرتاح ماديا مبسوط كذا اجاني شغل على ذوقي إيه بعمله ما اجاني خي ماشي الحال وبسافر وبكذر وعندي اصحاب وانه معبي وقتي وعندي العائله اسم الله وما عندك الكير. عائله تعيش وما عندي عائله اذا بدك إيه ومرتاح يعني فوصلت لهالمرحله قامت إيه اجت هيدي الضربه بلبنان يعني عن جد فعلا هلا انا واحد من ملايين عم بينقوا على الموضوع بس هلا انا مش عم نق على الاعلام اول مره بحكي في في الموضوع يعني بس اكيد يعني الواحد جنى عمره وشغله ونجاح عم نحكي 25 الى 30 سنه سفر وبرامج ورمضان تعرف في رمضان قد بتتعب 30 حلقه يوميه يوميه ولايف وضيوف ومهرجانات ودعايات انه كله هيدا طب انا كنت طلعه انه ما فهمت انه هلا باخذ مصرياتي قصمي عم بخسر منهم 86% انه ايه آه يعني ظلم بس شو بدك تحكي؟ ديو المشاهير شو اضاف لك؟ ديو المشاهير اضاف للناس، صوت حلو صوت اه 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 سال <تصفح> الشباب يعني هلا انت اليوم ما تغني الا اللي <torar> <تصفح> بتبدع فيه هشام ديو المشاهير كانت محطة حلوة يعني كانت مشاركة مهضومة حلوة وأنا أول ما حكيوني قلت لهم أنا بتوقع آخر واحد تحكوا معه هو أنا هلًا. يعني لأنه صوت بالغنى كنت غني مرات بحلقاتي ف المشاهدين تغرب بيقلبوا مضبوط كان يخف كان يخف الريتنج عرفت يكون ريتنج عالي غني انا وشو <applause> <applause> ف حالات انهيارات ايه شاركت فيها وكانت عباره عن تجربه حلوه مهضومه في اشياء كمان خلينا نحكي عنها العالم ما بتعرف عنك كان تحب الصيد كثير اه كثير كنت 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 مهووس صيد فيه؟ بطلت؟ مش هلا اخر سنتين اذا بدأ. بس يكبر بالعمر الواحد بيصير بحسها انه خط هلا انا اذا بدك وقفت ايه قصرا يعني وقفت اول شيء وقت الكورونا اجت وكذا هي اللي بلشنا يعني طلعنا موسم الكورونا وبعدين شغله تانية انه وقت ما بتتوفق بالصيد آه مثلا بتطلع موسم كامل ما بتتوفق مش عم يمرق آه. بتنزعج شوي انه اول شيء تروح على نارك طالع من بكره واقع الساعه 2 مش نايم يعني آه. وطارق مشوار على اخر الدنيا وكذا وراجع هي الرجعه الثقيله بتكون تعبان وكذا وهيك بترجع هلا وقف صيد هلا اللي صار معي مرات بقعد بفكر انه الانسان مجرم اخي يعني حتى أنا أنه بحب الحيوانات عادة اعتبار أنه وقت اللي بتتصيد عم تعيد إحسابات صرت لقيت 100% إيه؟ صرت لقيت إيه؟ أنه مش قليل أنه تطلع تقوس 100 مطوقة وقلت لي إذا ما بيبوت من أول ضربة أنا 100 مثلاً وخيي 90 يا لطيف آه طيب وأنا بالصيد كنت دايماً يعني نضل عم نتصيد لأنه تعرف المرء بيخف مثلاً أه. على 10-11 آه نضل للوحدة لأنا أصير الأول بدي بدي كون انا مثلا انت معك 70 انا معي 68 بدي يصير 71 لنفل <applause> عندك روح كنا خمسة بعد عندك روح الكومبيتيشن يعني عندك روح المنافسه <applause> طبعا شو صاير معك برا شيء قالوا لي صاير معك حوادث مضحكه بتصير معك بالصيد موضوع الحمامه شو <applause> <applause> موضوع الحمامة إيه. اه والله وصلنا عاملين منيح للشارع إيه. <applause> هيدي مرة كنا طالعين على الصيد على مقوس جديد مقوس يعني محل ما بيتصيدوا الشباب إيه. بك... لأول مرة بطلع عليه بعكار فنحن طالعين على منطقة التليل وكان اللي أخذنا عليه بيرو حداد يلي هو زميل بالتلفزيون طبعا كنان. كان معنا بالتلفزيون مستقبل وقال لي بدنا نطلع على التليل وكذا هو مجوز من التليل فنحن وطلعين طالعين قبل ما نوصل على المقوس بيقوم بيقول لي ابو الميش هون بس انتبه هيدا المقوس بيمرق فيه دلمه دلم دلمه, هي حمامه بريه أوكي يعني مثل الحمامه بس اكبر أوكي شوي بري. أق... اه بريه آه. مية يعني مش انه حدا عم بيربيها ايه صح قال لي مرات بيمرق هيك على بزوغ الفجر آه. فنزلنا من السيارات وكذا وهذا انا باخذ معي كرسي بقعد فتحته وقعد بعد الدنيا عرفت هيك بعد ما طلع الضوء مزبوط بعدني قاعد وبعده عم بخبرني له 10 دقائق آه. قعدت بشوف دلمي <تصفيق> <تصفيق> على اساس على <applause> اساس جاي انه دغري دغري وقفت طق نزلت قدامي طلعت فيها هيك حمامي عادية عادية لواحد يعني هلا <applause> انا قوصتها وبلشت اسمع من بعيد واحد عم بيقول لي بعيد قوصت لها هلا هو مش عارف مين مش عارف لي <applause> اللي هو وصار جاي صوبي <applause> <applause> ولك يا زلمة كيف تقوصت حمامة <applause> انا قعدت شو بدي اقول له؟ انه زعلت اول شيء انه قوصت حمامة زعلت بس انه شو بدي اعمل يعني انا مفكرها دلمي اه فصار هو كل ما يمشي اربع خمس خيط قال له كذا كيف بتوصل على اه انا مش عم جاوب جاي هو هيك من وراي يوصل لهون بقول لي هيك رح اوقف اه اه بيجي هيك بيبرم ليشوفني بيطلع فيه لو كيف بتوصل ميشو شو قال لي ميشو شو انت قوصت للحمامه هو كان عم بيتصيد فري إيه؟ فشال الفريات واعطاني اياهم لا <تصفح> قال لي هلا عندي حمام رح طير لك اياهم لا حرام <تصفح> صار لا ما قبلت صار بحبك لدرجه ايه ايه له كل الحمامات صرنا اكثر منك هو صرنا اصحاب نحن وياه ضحايا ورجعنا طلعنا شربنا قهوه رجعنا طلعنا شربنا قهوه عنده أطلع طب خبرني انا لا هيدا شيء بزعل طوست حمامه اكيد طب خبرني عندك عاده غريبه ثانيه بتكتب بايدك قال بتكتب باصبعك كل شيء بيقول لك اياه واحد ثاني كيف؟ لخيي هذا اللي جيبه؟ والله العظيم قال لك مرحبا بتعمل هيك مرحبا لا مشكله وبدك تحط شطتين <applause> شو مرات هذا شو هذا ما بعرف 100% شو هيدا والله ما بعرف عاد مش سائل ولا بسيكولوج بس عم فكر اسال حدا ضروري ايه <applause> <حلوف. تصفيق> <applause> <هل قالو حلوف. تصفيق> مرات ايه مثلا ضروري حلوف هلا حلو لا إيشان مرات اذا في شيء مثلا معين لنقول عم نحكي شيء مثلا مثلا انه بدنا نلعب ماتش وبدنا نربح لا <applause> ايه نربح حط لها شحطتين حلو لا لا عم زيدها مرض بس ما بعرف شو بنروح عندي بكره على عيادة الساعه 11 اي 11 انه كيف فلا مش كل مش كل الحديث احلى شيء انه هي كانت فتره الجد <صفيق> يلا لك اه هي فتره الجد خلينا ناخذ اول بريك بحلقة ومنروح فتره الجد يلا ومنروح مطلوب منك عن جد بعد البريك ابو الناج روح بريك عوده لحلقه المزح نص جاد مع ضيفنا الـ الـ شو بتحب انت الاعلامي؟ ميشو ميشو ايه شو ميشو شو مع ميشو على أكيد مع ميشو العزيز على قلوبنا وقلوب المشاهدين جميعا هلا شو منك هلا بلشنا بالمزح ولا بعد هلا 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 مطلوب منك أنا رح كمل جد مطلوب منك <applause> لا مطلوب منك عن جد هلا في في خيارات بدك تاخذها بالحياة أه وإذا ما أخذت للخيارات في تحديات بدك تعملها أنا بتمنى منك هشام ما تزركني كثير على الهواء لا 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 لأنه أنا ما بحب أفوت بسميلي هيدا وسميلي هيدا في و... سمي بل... وإذا ما سميت بس بالبرنامج في سمي في في شيء بتعمله <applause> على ما تقلي على مدري شو عمول لا مطلوب منك عن جد ابو الناج طب لا بدي لا بدي اقول لك لا بدي اقول لك ولا بدي خلص خلينا <محن جد. تصفيق> لك يلا خلينا بلا ما هي الجد طلع فيها مزح مطلوب, مطلوب منك عن جد مطلوب منك عن جد على هدول الاسئله واذا ما جاوبت قالوا لي كثير بتحب مسقعه الباذنجان جملة جبنا سقعه يا استاذ يا لحظه ما فهمت لين جايبين الخمريه؟ ايه قالوا بتموت بمزعج باذنجان بتنجان لا شو انا هشام انا الحمد لله طيب طيبه يا كبير اوه مين عملها؟ <applause> جاوب فاذا جاوب شو بدي جاوب؟ انا انا طيب بحب الاكل كثير الا هي؟ <سؤال> ايه المسقعة ما بحبها، ليه؟ ليه؟ مش ما بعرف انا مسقعة؟ <applause> إذا بتسخنها يمكن بتصير منيحة لا إذا, إذا في مايكروويف لي إياها بتحب الأكل المسقع؟ بلا أكل مسقعه لا طبخ مسقع أكيد لا أنا بحبه <سؤال> اه بتحبه طبخ مسقعه أنا بحب الجبن بجيب أوف <سؤال> <سؤال> لا أنا بسخن أصلاً الجيش إذا بتشيله بتسخنه بيزنخ لا ماشي الحال تمروا أحسن ما <سؤال> <سؤال> تاكله مسقع ايه لا أنا بلاقي إيه. طيب أول سؤال نجم 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 إعلامي عربي اوكي من هلا ايه, 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 ايه نجوم الاعلاميين العرب مين بتقول يا ريت وصلت لجنوميته وتحقق وتحقق اللي حققه ايه هلأ, اه هلا كلهم خير وبركه كلهم, كلهم شباب لا لا خير وبركه بتعم لا انه كلهم شباب ناجحين ونجوم اذا ايه كلهم عندهم برنامج بنفس الوقت لمين بتحضر؟ رح اقول لك مالك مكتبه جورج ارداحي زافين كيوميجيان توني خليفه جورج غانم نيشان باسم يوسف ومصطفى الاغا والله يمكن بحب احضر او اذا بدك يعني نجاح باسم يوسف هلا كلهم ناجحين كله وكله ستارز وكلهم كل واحد عمل بمجاله لكن و... باسم يوسف باسم يوسف اذا بدك شلتو. لانه باسم يوسف صار كمان اليوم ما في باسم يوسف اول واحد طلع باسم يوسف اليوم ما في ثاني واحد ما <applause> نكمل سامع و... زيدوا الصور أكيد. بعد تاني واحد بعد باسم يوسف هلا انتبه اذا في برامج قالوا مين عم تحضر غيرت لك حسب شو البرنامج انا لك شغلة انا كمشاهد يعني ما اعرف شو انواع برامج بفسر لك و... ايه ما انا لك شغلة انه انا كمشاهد ما بتحب السياسه غير كنت يعني. بالعكس بحب السياسه انا آه. بحضر سياسه كثير يعني بتقول لي مين بحضر هلا اليوم بحضر جورج غانم تاني واحد عمر سال وقت تالت واحد <applause> شو ما مزبوط ما هذا الشغل المزبوط انا مصدق كلك لا كلك بدأ... كله اصحاب يعني شو بدي اقول لك باسم يوسف جورج غانم بعدين بعدين حسب الموضوع ممكن طوني توني خليفه برافو عم تمشي معي مزبوط بعد عندك مصطفى الاغاني شان بس هون بس نوضح الم... مالك نوضح مالك الامور سابقاً. بس ما تنفهم غلط بركي حدا هلا فتح الشاشه بس شيش. تفهم غلط لا ما مش عم نقول انه مين انا ما قلت كله م... الناجحين انت انا قلت اذا في برنامج لحدا منهم مين بتحضر قلت اول شيء بس يوسف شلت لك قلت لي جورج غانم شلت لك توني خليفه هلا في برنامج أنت بدك تقول لي كم هن ثمانيه للاخر هلا في برنامج مصطفى الاغاني شان مالك جورج اردحي مين بتحضر؟ خلص شو نكملهم كلهم؟ ايه اللعبة اي حبيبي اللعبة نقي واحد لا يا ايه حبيبي وما بدي لا يا حبيبي كل انا بطلع <applause> <كله مساعدة> <تصفيق> <تصفيق> ناكل يلا من ايديك بس بدي مع <تصفيق> <تصفيق> لا مش بلا خبز طيب يلا من ايديك يلا مع انا بالبيت وقال <applause> بيعمل مزقعة باذنجان هلا انت بدك تعملي <applause> مزقعة يعني مع انه انا جاوبت يعني <applause> مش قادر مش قادر تنقي بيناتهم منيحة بدك بصل؟ بتصير اضبط مع بصل والله؟ اه بتحب البصل بدنا شوية زيتون شو الخبز؟ انا بقول بكفي اه ما بكسلني بقى يلا اذا فيكم تجيبونا شوية زيتون شباب مين بحب الزيتون كتير على فكرة مين من هالممثلين مين مين من هالممثلين اللبنانيين نعم اوكي ما بتحضر له إذا كان عنده مسلسل ما بحضر له؟ ايه بديع ابو شقرة يورجو شلهوب يوسف الخال خليني اخبرك انا بحضر مسلسلات بحضر مسلسلات بحضر ايه وبعلق فيه كان مين مرات. اكثر شيء بتحضر له بتحب له مسلسلاته من الموجودين والله بد... كلهم يعني مش هلا هيدا بدي ابو لا انه كله بحضر له مرات بيكون مسلسل واحد فيهم كلهم اذا في مسلسل لواحد بيناتهم يعني كلهم عندهم نفس المسلسل بنفس النهار كل واحد عم يعمل اداء وكلهم اصحابنا وكلهم زملائنا وكلهم دا... لا بس انه اخر شيء عم يلفتني اخر كم سنه اذا برافو بدأ. باسم مغني خلص يقبرني عينك ما على مين الثاني <applause> لا مين الثاني <applause> لا مين مين الاخير ما بدون ما نفوت بالاخير كلهم منيح. اوكي بس خلص جوابت يعني ايه ولو اوكي كان لك ثلاث تجارب تمثيليه ايوه اي دور بتعتبره الاضعف ثلاثه اذا بدك أه الابرز ايه اوكي اوكي يوم تعتبرون الاضعف ليله عيد مسلسل سوري خبز وملح المسلسل اللبناني قول ان شاء الله ولا واحد يعني لا واحد ولا واحد واو ولا واحد فاشل اي واحد يعني كنت انا فوت طفلي هون مين بده يزعل اذا ما حدا بس هود الثلاثه كنت انا ضيف شرف يعني فوت على الفيلم او على المسلسل كضيف اطلع فيهم حلقتين ثلاثه اوكي أي, اي طيب كضيف اي واحد قلت اضعف واحد فيهم ليله عيد لا ليله عيد فيلم سينما وبحبه و... وبعتز فيه وبعده وبعدهم بعيدوه وبعده لليوم اليوم شيلو يعني كبز يعني اوكي كبس وملح كمان مسلسل سوري كنت ضيف طلعت على سوريا صورت ثلاث ايام قول ان شاء الله كان بتلفزيون مستقبل يمكن صح اضعف واحد يمكن طلتي كانت اقل شيء من غيرها بس لا كانت حلوه قد قول ان شاء الله لك لا لك شو بيقول ان شاء الله خليني اقول لك شغله بيقول ان شاء الله العبد آه دور صورت بقلب الاستوديو تبعي يعني العبد دور ميشو يلي ميشو شو اوكي يعني فينا نقول انه ما عملت شيء اضافي بينما بليله عيد برافو بس, بس بلاش تفهم اللعبه ميرسي ميرسي عم تحكي شغل مزبوط مين من هالممثلات مين من هالممثلات يعني صف لي هول الممثلين من اكثر وحده بتحب تلعب <applause> معها دور لاقل وحده بتحب تلعب. انا ما بلعب ادوار يعني اقول ايه اوكي أقول أنت آه مين بتلعب. بحب بس ستيفاني يعني. صليبة فاليري ابو شقره دانيلا رحمه رهف رح عبد الله من الأو... من اكثر على فكره دانيلا رحمه ايه كمان من اول طليت طليت على التلفزيون لا, لا طالعه معي اوكي ايه فاذا قل لي آه بركي بغ... هلا دانييلا اول وحده دانيلا مب... ثانيه آه... فاليري فاليري, فاليري. رهف تالتة ستيفاني ستيفاني رهف مثلا او, أو رهف ستيفاني لا لا ستيفاني رهف خلص ليه بتكره رهف؟ حلوة لأنه أنت مرة حكيت عنها خبرتني عنها شيء مش حلو قمت صرت أنا عمك شو هيك؟ <applause> أنت مع مين عم تعلق؟ لا <applause> أنت مع مين عم تعلق؟ شوف ثانك يو لي أبكي أو شيء؟ <applause> لا بس منيحة بس واحدة وحدة قوية بس عن... خلوها ما تمنجوا لا ما خليها ما تمنجوا بس انا بحياتي ما حكيتها بس انه هو عم يرد اياها طيب هلا صف من هالصور كلهم اصدقائك اكثر صداقه الى الاقل صداقه زافين كيوميجيان وسام شاهين جوزيف حويك كارين سلامي ريما كركي ناديا النقيب منير الحاف دي زملائي واذا بدك يعني فتره النجاح كان وما زلنا لليوم بعدنا أصحاب. العصر الذهبي هلا ببلش اكثر شيء يمكن صديق وبشوفه دائما وسام شاهين وسام شاهين زفان زافان واكثر شيء بنلتقى انا ووسام وزفان أوكي. يعني بس نلتقى بنلتقى ثلاثتنا على غدا بيرفكت اوكي هلا مونير هلا جوزيف آه. جوزيف كنا اصدقاء كثير وكنتو... وكارين وكنا كمان اصدقاء وزملاء وقدمنا أصدقاء. برامج سوا يعني هلا القصه ب وكارين وناديا وريما ومنير انه ما بنلتقى بقى كثير الا بالمناسبات فاذا اول شيء وسام بيرجع زابين بيرجع جوزيف اذا بدك جوزيف وكارين اذا بدك أو بيرجع جوزيف كارين أوكي. بعدين ريما كاركي ناديا نائب منير الحافي صفر لي منير الحافي منير الحافي, مونير الحافي. آه ريما ودان يعني ما يعني نفس يعني نفس الشيء ما فيني اقول لك يعني عم اعطيك انا مين ابرز اثنين ثلاثه يلي بشوفهم اكثر شيء يعني مم مم عرفت اذا عرض عليك تقديم برنامج جديد وطلب منك تختار اعلاميه لبنانيه تشاركك بتقديمه اي اعلاميه بتختار من بين يلا منى ابو حمزه جيسيكا عزار كارين سلامه راغده شلهوب رابع الزيات كارلا حداد هلا كارين سلامه مقدم انا وياها اكثر من برنامجين ثلاثه سوا مشترك اوكي يعني فيني فيها تكون كارين سلامه وفيني احطها على جنب لانه لانه ما انا وياه؟ اوكي فازا هنا ابو حمزه يلي عم اقدم معه أوكي. حديث البلد على اخر موسم كمان كمان يعتبر يعني. انه عملته اوريدي كارلا طالع معها ضيف اكثر ما مش مهم بين الاربع إيه. البقيه كارلا جيسيكا عزار رابعه وراغدة شلهوب مين مع مين تحب تحس انه بيمشي حالك تقدمهم آه ممكن جيسيكا, جيسيكا او كارلا لا بدك نقي وحده اوكي جيسيكا جيسيكا, جيسيكا. <applause> لانه احلى من كارلا ولا لانه شو لانه احلى <applause> لا اعتنيتوا الحبيب رح تكون بمواصفات هلا كارلو وجيسيكا بس عم يحضرونا، انا عم رد على اسئله هجام بس انتم بتعرفوا طيب اي برنامج من هالبرامج اللي قدمتها بتعتبره كان الاضعف او الاقل نجاحا او جباهريا اوكي كوكتيل مع ميشيل اه ما في صورة ما في صورة، ميشو شو اوكي, أوكي. أوكي. أنا. معجب عجيب اوكي طال السهر اربع دواليب وبس، لكن كم برنامج؟ امي اقوى من امك ايوه شو في بالصندوق؟ في كثير بعد على عالسمع بحس انه يمكن اللي اقل شيء يمكن ما اخذ حقه مزبوط هو معجب عجيب اوكي معجب عجيب بتصور هيدا من البرامج واحد انا كنت بفتره من الفترات أي. كل برامجي اللي قدمها انا اصنعها اوكي يعني انا اكون الفكره والم... معجب عجيب والم... لا. والمعد والمقدم معجب عجيب برنامج انتاج كتير حلو الفكره كتير حلوه التنفيذ واو مع مع بيري ومع باسم كريستو المخرج انه كان كتير برنامج حلو بس ما بعرف ليه ما لقى آه اذا بدك هيك اي سنه؟ آه معجب عجيب بتصور 2000 و 2008 2008 كان وقت التلفزيون او 2012 2011 تفرق كثير مش انه فارق معك على ثلاث اربع سنين قد بقعد ضيع بالذاكره معقول بمعجب عجيب ايه بس بتقلي مثلا الاشياء اللي مدبوغه بحياتي مثلا مثل ميشو شو مثل ما بنسى لا تواريخ ولا شيء بيني وبينك ما بنسى نازلين على الساحه ما بنسى بس معجب عجيب كان برنامج كثير حلو تنفيذه حلو برودكشن حلو كله يعني فريق العمل ممتاز ايه بس ما, بس ما بعرف ليه ما لقى ليش ايام ليش ايام هيك في وين السر؟ يمكن انا ما كنت مرتاح فيه كثير آه. يمكن كان عندي كمان شروط لانه هيدا متل فورما مم. بدك تيجي توقف هون ما فيك تزيح لهونيك آه. مم. يعني في حتى يعني حتى قيدك قيدني بال... صح قيدك قيدني طيب يلا اخر بريك بحلقه الليل من بعد البريك عم تمزح اكيد ابو الناج فقرة مع ميشيل أزدي الليلة مع ميشو شو عم تمزح أكيد إذا ما حضرتوا الحلقة مع ميشو بتفوتوا على تشانل يوتيوب لايك أند سبسكرايب وبتحضر الحلقة كلها كاملة على تشانل يوتيوب قناة الآن عم تمزح أكيد أبو الناج سؤال أو, حقيقي. <تصفيق> <تصفيق> سؤال او تحدي عم سؤال او تحدي بتقلي بيناتهم يعني بتنقي بيناتهم يا بجاوب يا, يا بتحدى. بتحدى شو التحدي؟ أه. هلا بدي اول شو اول شيء اول تحدي اول سؤال اول تحدي قصاص لنا حسيته مش لك الا وهو الا وهو يا بتكشف لنا مين الاعلامي او الاعلاميه اللي بتنصحه بالاعتزال أف. او او بتغني لنا شي غنيه على الهواء اكيد بغني له هذا قصاص لإلنا لا اللي بقول لك وبغني له لا هذا قصاص لإلنا أغني له لا خلص مش الحال مشان ليه صوتك مريع هالقد يا خيي ليك انا انت مثلي صوتك مريع انا اجمالا صوتك مريع وبتحب تغني انا بحب اغني كثير وبالسهر مثلا بس كون سهران بغني بس اول شيء بخبص كثير بالكلمات والريتم يعني اذا هو رايح هيك انا رايح هيك هذا من من المشاهير مشاهير يعتبر صوتك بشيع؟

قول انه <applause> صوتي صوتي عالي جبلها لي اعلامي او اعلاميه بالاعتزال او بغني إيه؟ بغن <applause> طيب شو؟ بس سوري ايه مشاهدين انا سوري بدي شوف بدي اشوف الشباب اذا بيمشوا يعني الشباب بعرفهم شو مش ايه؟ شو بدنا نغني شباب ناجي بدي اعزبك اعطيني اياها عن وند شو لا صف من عندي يلا اول شيء المغلش سوري سوري المشاهدين مشاهدي الآن I'm very sorry ماشي, ماشي حدي ومعينيك نيوب الكل حواليك نصرهيك ونصرهيك أنا قد تدركني وناسي إني بغار بجن خصوصي لو ضحكوا لك هن إنت دابر بالحرب يوقع قلمك وماشي حدي وبعينيك يا خيي لحظة خي شوي يا خي ماشي حدي وبعينيك يا خيي ماشي حدي وحواليك وحواليك يا خيي <applause> طب اتركني جود العينين محولين <applause> هشام اتركني جود بس بلش ياخد صوتي قطشني لك شو اخذ اخذ روحي وماشي حدي وبعينيك وحواليك يا <applause> 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 ما خيي ماشي حدي وحواليك مدوب كل مشاكل هيك <applause> اللي بعينك نغنيها صح قبل لك ماشي حدي وحولاي ماشي لا حدي. ماشي حدي. حدي وبعينيك هشام انت اللي طلعت غلط مظبوط ولا مزبوط مزبوط عم تحكي معي بالغناء؟ اه 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 شو بنا شو عندك غنية تبدع فيها مثلا آه ببدع بكذا انا ببدع بك بال... <applause> هدي آه مع القعده عرفت ايه انه ببدع هيك بالاغاني الخليجيه ايه؟ وببدع بالمواويل يا لطيف يعني لا اذا بدك خليجي مثلا بغني بالخليجي يا رطيف. مثلا بقول بالخليجي <تصفيق> <تصفيق> بس بس اول شيء <applause> بالخليجي مثلا في غنيه كثير هيك بعدها بذكرتي بحبها كثير هي للفنانه الكبيره احلام بقول اول شيء هيك <applause> تدري ليش ازعل عليه؟ يا لطيف اعشقك واموت فيه تكسر الخاطر بدوني ينكسر قلبي وجي. تدري ليش ازعل عليه؟ 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 اعشقك واموت فيه انا بس عارف انا بس عارف الموعد كان معي ولا ضدّي بالد. يعني مبين هو هو عم بيقاصص مين ميشيل ولا انا هلا اذا بدك بموضوع الابداع الابداع على بابي واقف أمرين لا ايه بس ايه في شقفه بيعرفها ناجي لانه بس كون عم غني بالحفلات ايه <سؤال> فناجي بلبيني فيها هيدي على مرحله ايه <سؤال> أه.

طيب طيب ميشيل رح اعطيك بس شو خاص المشاهدين؟ هلا خيار بين اثنين يا اما بس بيناتهم بتاع... غنى بليز لا ما يكون غنى اكيد إيه انا شطبت الغنى بقف... من قاموستي اصلا حط... حط... انا هالقد بزعج <applause> <applause> شو بالغنى؟ ايه <applause> 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 انت بتزعج بالحكي قد ما بزعج انا بالغنى <تصفيق> <تصفيق> طيب ميشيل رح اعطيك خيار من اثنين يا بتعلن هلا عن اسم برنامج كان لغيرك من زملائك وبتمنيت لو كان لك اوكي اوكي حق. او بغني <applause> لا او بتمسك حية على الهوا او بمسك حية لا بلا حية مهضومة؟ ما في حية، في حية مهضومة بالحياة؟ وين الحية؟ عن جد عم ايش بدك بدي امزح معك؟ <applause> انه ما المزح نصه جد؟ لا المرة نصه حية سقاية <applause> أنا معود على الحية الكوبرا و... <applause> بس لفرزيو، شفتوها؟ لا سقاية يا زلمة إذا بدك بجاوبك وبمسكها ما في مشكلة أوه ماي جاد عن جد بتمسكها؟ يا زلمة شو بك؟ شوفوا مش انه حية مش انه حية 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 مش انه حية تمساح يا ايه هشام تمساح هيك لك علت 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 الان منين بدي امسكها من الطاقه شيلها من اه بتكون اتمشى فيها يعني اه هيك لا بدك تحطها على رقبتك ولا تكرم عيني يلا شو السؤال كان اسم برنامج بتقول هيدا يا ريت كان لك انت ابدعت فيه ما ما في واحد يعني معين ما في بصراحه ليت نايت شو ليه ما عملت ليت نايت شو؟ والله ليك انا عملت اذا بدك بلشت بالليت نايت شو يعني اليوم طوني بارود وعادل كرم وانا عملنا ليت نايت شوز خليني خبرك شغله عملت اذا بدك شيء شبيه لليت نايت شو اللي كان هو اخر خبرية سنة 2006 بعد كنا عم نحكي عن استشهاد الرئيس الحريري وقتها آه غبنا عن الشاشة سنة ورجعنا بلشنا بشيء جدة اوكي فعملت ما يسمى ببرنامج اسمه اخر خبرية اللي كان هو اذا بدك ليت نايت شو بس كان شوي جد بالاول وكذا أوكي. بعدين عملته يعني اه تعتبر انه عملته انا بعتبر تعتبر ايه ما نجحت فيه بس ما كان في انه كان اخر خبريه اطلع خبر خبريه على الهواء بالاول مثل ستاند اب كوميدي صغيره طيب. وعلق عليها ويرجع اجيب الضيوف ما معقولكم ما. 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 ما, ما في برنامج استهواك شو هالحكي في كثير يعني. برامج تستهواك طيب قل لي برنامج استهواك قلت يا انا كنت محل هذا ما بس يعني مش انه يكون محله اوكي ما تقول بقول انه اذا اذا بتعطيني اياه البرنامج اوكي خليني اقول لك بلا في برنامج اه والله هلا تذكرت كيف هلا عمولة على الهوا وان شاء الله يوما ما اقدر اعمله برنامج يلي تبع اولاد الصغار يعني مع الاولاد الصغار مثل, تبع بيك شوت تبع ستيف هارفي او يلي عملوه وقتها أحمد, حلمي اه شفت كيف هلا والله منيح جبتها هلا انا هيك برنامج اكيد بتعرف تعمله اكيد بعرف أنا شو رايك بأحمد احمد حلمي ما ضرب معه ما ضرب البرنامج أي. انه بس انه اكيد انشاف ونحضر لأنه... ونجح لا لانه بركي بركي كمان تعمل بر... بتعمل برنامج وما تلاقي كاركترات اولاد مهضومه كمان اكيد اكيد بدك تجيب اولاد بس ما... كان في مهضومين طبعا يعني وبدك تعمل كاستنج م. قوي واكيد انا بحس لانه انا بحس لانه, بحس لأنه بحس انا كثير بعرف اتصرف مع الاولاد برافو يعني عندي علاقه هيك حلوه معهم بمزح معهم آه... عندي طريقه عرفت اوكي بحمسهم. فبحس اذا عملت جيم جيم شو او اي برنامج للاولاد يعني تقول انه معي كان نجح؟ يلي هو بيك شوت لا هو ناجح مم. اكيد بس اذا بعمل شيء ما انت عم تسالني انه اي برنامج بيستهويك اول شيء قلت لك ولا واحد مم. رجعت تذكرت لا بلى لانه انا عبالي اعمل برنامج للاولاد الصغار يكون فيهم مواهب ومهضومين وانا بعطيك 95% بينجح بينجح سكوب هيدا مش هالعزة تحدي الأخير اطلب منك تفصح عن اسم محطة تلفزيونية بتعتبرها ما عم تقدم شيء مهم ومش ممكن تقدم برنامج عليها لو قد ما دفعوا لك أو 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 بما أنه أنت بتلعب فوتبول بدك بدك تحط سلة بالباسكت إذا ما حطيت سلة إذا ما فوتتها بدك تجاوب أنا بلعب فوتبول مش ب... مش باسكت أي مش هناك حنجيب لك باسكت فوتوا الطارة فوتوا السلة فوتوا السلة إذا ما حطيت سلة أوكي أه إذا ما حطيت سلة بدي سمي أي. كم مره الحق شوت؟ إلك حق شوط؟ بل... لك إلك حق تشوط لا خمس مرات <applause> اوكي اكثر من خمس مرات شو بدك؟ بس انا اجمالا وقت بدي اعمل سبور بدي اشوف ماشي ربع ساعه بدأ. لا <تصفيق> <تصفيق> وبعدين بعدين قالوا لي هلا <applause> انه انت اصلا شيب قالوا لي كثير ان شيب شيب كثير يلا <applause> طيب كم حق كم مره بحق لي شوط؟ خمس شوطات بس خمسه؟ ايه يلا قوم بس بدي اعمل انا اشوف ما قبل لك شو اشوف ما ما في ما مش معوض لك خمسه اشوف ما هلا المشكله بتعرف عميل المشكله خمسه على الشباب خمسه اشوف اكثر شيء الياس ومايك بالنص يلا هلا مش غريبه شو بشوط اذا فوتها اذا اذا فوتها ما اوكي شو على ابو الميش هيدا ايه. شو على ابو الميش هيدا ايه شو بدك بعد وكبه هيك هيك لنشوف هيك بكبوه ايه حلو شو بدنا نتحدى بعضنا ولا كيف؟ شو؟ بدنا نتحدى بعضنا ولا خلاص؟ لا بعد عندك يلا بدك تحط اثنين من خمسة هلا عيد لا لانه كثير هينة طيب جيبوا لنا فوتبول بنشوط كثير اثنين من خمسة لك خلص ابو الميز سوري خمسة من خمسة سوري خمسة من خمسة ولو هيك بشوطوا شكلك عم علينا يا زلمة هشام تمسكها هيك تمسكها للطابة هيك توقف هيك شو هاي يا خي شو هاي خي الزلمة كيف فوت هيك قاعد هيك عم شوي هي. بعيد طيب انا فشكل فيها وفوت طب شو سميني محطة؟ ما زودتينا جبنا باسكت طب خلينا نلعب؟ طب بتعرف شو؟ خلص غني خلص غني بلا غني يس غني هيدي هي هيدي هي سوك الميكرو واختوم سوك الميكرو. وخت... الميكرو وختوم الحلقه ما في ولا محطه اه خلصنا يعني مثلا بتطلع المنار ما هن ما بيطلعوك اه هن ما بتطلع <applause> يلا مشاهدينا الكرام هيدي كانت حلقتنا لليله مع آه النجم شو ما تقول عزة رح يخطب بغنية مشكلني؟, في غنية. مشكلني؟ شو مشك... ايوه اه مشكلني قال آه مشكلني قال آه. انه هو اللي منقى انه هو اللي منقى ريبرتوار يعني يلا بشوفكم هيدي غنية كتير كنت حبها وقت اللي طلعت لراشد الماجد وكنا دائما بالسهر بنرقص عليها وبتقول مشكلني حبك مشكلني حبك يا روح الروح لحظة لحظة يلا لحظة واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ايه؟ ما حبك يا روحي الروح ما شكلنيك قلبك مع الحساد قد عاملينك يا يا صحتك